السلام عليكم ورحمة الله إخوان وأخوات والسادة والسيدات وأصحاب المعالي والسعادة، جولة استكشافية ديالنا واستطلاعية نديرها إن شاء الله. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من هاد النقطة هادي ديال حي الوفاق، وبالضبط من شارع آمنة بنت وهاب. شارع آمنة بنت وهاب كما كتلاحظوا الإخوان كيعرفوا واحد الحملة ديال التزفيت بعد ما سالوا لنا الشطر الأول من الأشغال. الإخوان ديالنا الآن هما كيزفتوا لنا الشارع. جيدا الاخوان مما كتلاحظوا الشارع تم تزفيته، تزفيت هذا التزفيت الاولي كيتسمى الجبابي. الناس اللي كتسول واش باقي شي تزفيت واحده اخرى، نقول لكم نعم. بقى غادي يدير واحد الكوش الاخراني ان شاء الله. دابا بعدا راكم تهنيتو من الغبره، السكان ديال هاد المنطقه هادي اللي جاو على الشارع راكم تهنيتو من الغبره. هنا صافي راه بدات الكوش الاخر هنا. هذه هي الكوش الاخرى في هذه الجهه، باقي ديك الجهه تاع الرومبوا هي اللي غادي ندير لها دو كوش. هذه صافي ضربوا لها الكوش الاخرانيه. ما يسخ الامور. بقات الجهة حتى هي ان شاء الله غيساليو داك الرومبو اللي شفناه اللي بادين فيه دابا، وغادي يدوزو لنا لهاد الجهة هادي حتى هي. الله يسخر الامور يا ربي، الله يفرجها على جميع الامة الاسلامية في هذا النهار هذا المبارك ديال شعبان. جميل. هنا صافي تا هو راه مريق الامور، هنا مريقلة. غادي تبقى الكوش الاخر هنا بقى الكوش الاخر، هنا قوات راه باقي فيهم داك المليمتر ديال الكوش الاخر. شتو يا اخوان دابا الشارع كيولا شتو مي تزفت كيولا. جميل رائع. صافي حتى تكمل الخدمة عاد نحكموا عليها، ماشي نحكموا في اللو فاش كتكون مربشة. جميل. خصهم يصوبوا الرصيف ويديروا الإنارة دابا. باقي الرصيف والإنارة، ويديروا واحد البارير هنا على التلاميذ. جميل. ما يسخ الامور. هادي الرومبا المعنكشة. شتو على الازدحام تيكون فيها. شوف. رويلة. هنايا. هاد الرومبا خصو يسعوها. خصها توسع ديك الرومبا. باش كلشي يدوز في امان وسلاسة. جميل. هما خدامين هنا
الشركة المباركة راه خدامة في هاد الجهة هادي. يا سلام. مسخ الأمور، مسخ الأمور. الشركة المباركة كما كتلاحظوا هنا ما خدامي تيدنا التوفنا. جميل جميل رائع. هنا راه حطوا لنا البوردوره صافي. دابا راه عاطي لنا طاك في هذا الشطر الاخر اللي كيبدا من وقايه المدنيه الرومبوا باش يسربيو علينا عليها الضغط. رائع. شوفوا دابا شوفوا الشارع كي ولا. شوف 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 من بعد ما تحطت البوردوره التريطوار بانت، بان الشارع، بان المعالم، المعالم الاولى راه بانت بلاتي تضرب لي واحد التزبيطه وتشوف. هنا هنا ضيق هنا ليزا تكون جاي من هاد الجهه اللي جاي فيها هنايا كيبان لك في هاد الجهه قلنا ضيق لينا هربوا لهيه. الطريق هربوا بها لهيه. شوف الازدحام، شوف 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 الازدحام، شوفوا معنا الازدحام. شوف شوف الناس تصور لان كاين اشغال هنا. هذه هي الطريق اللي كانوا كيقطعوها. علاش كانوا كيقطعوها؟ كما كتلاحظوا يا اخوان بعد ما رجعوا لنا الصور ديال هاد الفيلات ما خدامين تيديروا لنا البوردوره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. خاص الناس غير تصبر شي شويه. هاد فيلات هادو هما رجعوا لهم الصور اللور هنا وسعوا لنا الطريق. العمال ديالنا خدامين على البوردورة. جميل جميل جميل. اصلاحات جميلة. اذا يا اخوان شفتوا معنا شارع امينة بنت وهاب الاشغال ديالو فين وصلات. الى هنا نترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.